تحية مسائية طيبة لكم مشاهدينا، مرحبا بكم. أسا إن شاء الله نثلي في المشكل ثيان الجرائم ان العنف المتصاعد دي الولاية النغ. المناسبة أن الموضوع النغ متى يضران دي البليدة، ولاية البليدة البلدية السمعة تحديدا أم كسليم أم كزريم، شان العصابة هي قال هجوم في شان تحانوت دي السمعة بلدية السمعة ولاية البليدة. النتيجة نغين معلم رباه يرحم، الجريمة هي ماشي تمزواروث نيغ تنقاروث، الجريمة هي ماشي برك ذي العاصمة الجزائر العاصمة نيغ البليدة نيغ ممكن قار الولايات الكبرى، لعباد شكان لباس ذي الولايات الكل تقريبا مع بعض الاستثناءات طبعا. نشني نخسر نيغ النقاش أسا باش نروح ممكن قار استعرابط غير العمق ماغف العنف هي مكشة نتذي التصاعد ماغف نسبة الجرائم هي ذي المجتمع النغ روح غير زداث بدون رادع ولا تراجع ولا حدود. ذي الوقت الاستعمار 132 سنه وليش العباد لا نقن الخلاث نسن اني الدراري نسن، ليس لهذه الدرجه القاسيه التي تعرفها اسرنا ومجتمعنا بصفه عامه. غيرنا الاخمر باللي الجرائم هي ذي العالم كل ماشي ذي فقط ذي الجزائر، اصناتي برك ذي كندا موثن 10 العباد نغينيه سو خدمي ذي كندا. لكن ما لازم كل مره انني ماشي فقط ذي مورث النقد، إذا نثلي في البطالة فذينين ماشي في البطالة ذي قمورة النغبرك، إذا نثلي إن شاء الله في الحركة فذينين ماشي الحركة ذي قمورة ممكن النغ ذي قمورة النغ فقط. في غياب ممكن قرر العلاج المناسب للمشاكل هي يعني ترى الحل الأمني فقط تكفى للعباد ذي الجزائر إمارة قرن باللي يلا ممكن قرر استعراب التراخي ذي التدخل من الأجهزة الأمنية، ولكن لان اللي غرس الاختصاص دي علم الاجتماع دي علم النفس قال ماشي الحل الامني فقط يكفى باش نسنقص دي الجرائم يعني غير العنفيه اني غنكون قرر لان الحلوليه ماشي غير الحل الامني. متى الحلوليه؟ قرن على مستوى العيله يعني على مستوى اسرنا على مستوى الشارع على مستوى المدرسه الاعلام ايضا الميديا الانترنت خصوصا تثلين في المواقع الالكترونيه لان نستعلم العباد باش نروح غير العنف التيروريزم تثلين في الدوريان المسجد قرن الدور مهم جدا ذي المعادلة مكشان رب العباد مكشان نيق التوعية مكشان نيق التحسيس مكشان نيق التوجيه الشبابية تثلين أيضا في مراكز الترفيه والترويح قرن باللي العباد اللي نروح نيقين العصابات هي الأحياء ذي تزير ونغرشنش من هذا روحن وليش المكتبات مثلا وليش ما الحدائق مثلا وليش مراكز الترفيه اني الترويح امك لان ذي المدن الكبرى ذي العالم مثلا. اذا نثري في المقترحات متى نيق باش نسنقص ذي المستوى الجراميه، متى نيق باش امكن قار الاقناع الشبابيه مكش نثري اذسن ما نثلي ثلاث الخطابية العصرية 2022 اني غنثلي الخطاب لان 10 سنين 20 سنة غير ذفر ونتيجش الإقناعي الشبابية الشبابية يمير الشباب ان فيسبوك شباب ان اليوتيوب شباب ان ماسنجر ان توك توك، وبالتالي لا يمكن إقناع الشباب باللغة التي نستعملها التي كنا نستعملها منذ سنوات وسنوات، وبالتالي لابد أن نراعي الخطاب كيف نخاطب هؤلاء الشباب. من هما الشباب هذا؟ هؤلاء الشباب دي الجزائري مرقري ناس همورث النقري ناس منحرفين مهلوسين عصابات الأحياء الحيية أذي هجم في الحي آخر وغيرها من الأوصاف. أن نصر التقرير يا وذن ولا يصنع العنف يوميات المجتمع الجزائري وتتزايد سطوته بصورة مضطردة يوما بعد يوم مخلفا ضحايا وتصدعات خطيرة في اللحمة الاجتماعية، ويتجسد الارتفاع العمودي في منحنى العنف بالموازاة مع تصاعد معدلات الجريمة في أغلب شوارع المدن الجزائرية. وإذا كانت هذه الظاهرة معروفة ومتماشية مع شوارع المدن الكبرى سابقا فإنها أصبحت تتنقل بصورة سريعة إلى المدن الداخلية والتجمعات السكانية التي تسميها وسائل إعلام السلطة بمناطق الظل، حيث تسيطر الجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات والمواد الممنوعة. تزايد معدلات الإجرام وضحايا العنف من متوفين وجرحى ومعاقين يعكس خللاً عميقاً في البنية الهشة للمجتمع، كما يشير بوضوح إلى انتشار حالة من اللا أمن في المجتمع نفسه.
وجاء حادث مقتل أستاذ اللغة الفرنسية في ولاية البليدة عن طريق طعنة بسلاح أبيض، لتعيد بعث النقاش بصورة حادة في مسألة تغول العنف. والخطير أن العنف يتمدد ليكشف الغياب التام للأمن ولكل ما يمثل سلطة الدولة، فتصريحات أخ الضحية تشير إلى عدم تدخل عناصر الأمن حينما لجأ إليهم لرد هجمات عصابات الأحياء، كما أن جهاز القضاء يقع تحت طائلة المساءلة في هذا الملف، إذ لا يمكن أن يكون خارج سياق هذا التدهور. غياب كلي أيضا للمجتمع المدني وللطبقة السياسية في طرح هذا الانشغال والبحث عن أسبابه وتداعياته على البنية الاجتماعية التي يزيد من هشاشتها انتشار الفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. آفة العنف لم تستثني قطاع التربية بكل أطواره، وأصبح حضور التلاميذ والطلبة للمؤسسات التربوية مصحوبين بأسلحة بيضاء داخل محافظهم شيئا معتادا في أغلب مدن الجزائر، مع عدم وجود اهتمام أكاديمي حقيقي بدراسة هذه الظاهرة التي تنهش المجتمع وتسرع من تدهور الدولة. إذن هذا هو موضوعنا مشاهدينا، أن ثليميرة في الجرائمية في العنفية أو في القصة عربة العنف المتصاعد والجرائم المروعة في المجتمع الجزائري، أن ثلي في الأسبابية في العواملية ما غفذي 10 سنين نيغ 12 سنة غير ذفر، وليش المستويية اللان الجرائم لكن ماشي المستويية، ما غف العبد هذا يروح هذه ينغ العيال النس وهذه ينغ الدراري النس وبعدين يرمي نفسه من الطبق الثالث مثل ما حدث في عنابة. أنه ثلاثة أيضا في الأحياء في العصابات، هي قال الناس عصابات الأحياء، حي ضد حي، استعمال العصي، القضبان الحديدية، الخناجر، يعني لهذه الدرجة وصلنا لهذه الدرجة من أنه ما فيش أمن. ولكن في الدستور كما تعرفون أمن المواطن من أمن الوطن، بمعنى لما تحافظ على الأمن والاستقرار في البلاد المواطن لازم يكون يحس بالأمن، هذه يحس باللي أنت ذي المأمن، ذي الاستقرار، ذي السلام، ذي المأمن، ماني غادي يروح غير الخدمة اني غادي وقير ذي الشارع اني غادي يروح غير القهوة، باش هذا الدولث نتاتها مسؤولة باش توفر الأمن للمواطنية. غير نغ هذا نجي ونغ سي رمضان أوراق سي أوكرانيا باش هذا نتلاي في الموضوعية نتاذ لسلوي المركز الدراسات الاستراتيجية أساو رمضان نخسن نقل الموضوعية باش نفذر النقاش مكشاه سريد الموضوعية إلا أن إميرات الأسابيعية الأخيرة يفات تصاعد ضم قران ذي قمورة النغل. المناسبة للعباد لأن نغيني معلمية ذي البليدة ذي بلدية الصمعة ولاية البليدة، ونشي نخسن التوسيع الجرائمي ماشي فقط ذي البليدة، ذي تقريبا ذي الولايات كل يعني مع بعض الاستثناءات. إذن ما هي الأسباب والعوامل التي زادت في حدة هذا العنف وارتفاع نسبة الجرائم؟ أهلا وسهلا يوم سي مرحبا ومرحبا تقرن غرنا ميرال برنامج نون شك وسيدي السؤال اللغة العربية ايه هذا تحاول غادي تليغ اي معلش شاويت منك غير الصعوبات هذا انتقل للغة العربية الأسباب ممكن تقل غرسن الأسباب غرسن العلاقة التربية الدريت ذي العائلة ذي الأسرة يعني ذي أخام يعني اولا الجهه الثانيه الشارع يعني المجتمع يعني اللي الا يفرز هذه الثقافه هذه كيكون مقترن مع الاداء تاع العائله ويكون كيخرج من الذي وهو سي العثب من الباب برا هذه الزرقه وسين يتقل ديك السنه ما يعني دي المخيل شيء عادي يعني المرحلة اللي صعب هي الإنترنت والتلفزيون والتواصل الإعلامي يعني يمكن قرن شني النت يعني السيبر يعني السيبر مارتا ممكن تفهمه باللي الترويج للإباحية وللعنف وخاصة الأفلام اللي ممكن هي ما تمرش عبر الرقابة رقابة الحكومة أو الدولة والأمن يعني عن طريق النت عن طريق الشبكة العنكبوتية فيكون يعني هذا الترويج للعنف وأصبح هذا العنف نوعا من التمييز نوعا من الخشونة وخاصة المراهقين يعني هذا ولذلك إذا ما كانش تربية وما كانش غلاف ورادع يعني من الدين تاعنا من الثقافة من التوعية
وخاص وكذلك العامل الآخر العامل الاقتصادي. يعني واحد يحتاج موبايل ولا يحتاج حاجة، ما كانش خدمة، ما كانش إمكانية، يروح يسرقها ولا يروح ينهب ولا يدير سطو. لكن الأميرة ومرة من قرن تثنين في العاملة مقران قرن النسبة الأكبر العاملة مقران ذي تزايد الجرمية ذي يعود للمهلوسات المخدرات، وبالتالي هؤلاء فقدوا عقولهم لما يرتكبون الجرائم، هم فقدوا عقولهم. حتى هذا الإنسان اللي جرح في الصومعة قار في الصباح يمرون عليه يسلمون عليه، مرحبا عمي كيفاش راك لباس، في المساء يأتون يضربونني ويسبونني. بمعنى هؤلاء الناس فقدوا عقولهم بسبب هذه المهلوسات والمخدرات. أنا شايف يعني ما هي الأسباب وما هي المراحل اللي طبعا، ومن بين الثقافة الإباحية وثقافة العنف وهذا الترويج للمخدرات والترويج لثقافة ما يعرف بالعالم متحوضر بين قوسين، يعني كي نجيب الأفلام هذه والترويج، وكان أمر ثاني متعمد، يعني ربما العدو الخارجي ولا الداخلي يحب يجعل المجتمع نتاعنا منحل فيغرس هذه الثقافة، هذه ثقافة المخدرات والمهلوسات وهذه الأمور هذه. فإذا ما كانش رادع من الثقافة العائلية والثقافة الثقافة تاع الوطن تاعنا والقيم تاعنا، هذا عبارة عن جهاز مناعة قوي، يعني هذا الجرثوم هذه ما يفوتش. لكن ما كانش عندنا هذه التربية والمجتمع والدولة ما تعتنيش لذلك، فيصبح هذه الطبقة الهشة من الشباب تصبح عرضة كما نقولوا حنايا للعدوى، العدوى بطابع أخلاقي، فيستعملوا هذه الهلوسة، وهذه الهلوسة لازم يجيب مال ماشي يشريها، يعني يصير مرتبط ارتباطا يعني نفسيا وعقليا بهذه الجرعة من المخدرات، ولا يجد طريقا آخر، لا يجد طريقا للحصول عليها إلا عن طريق الجريمة وعن طريق السطو وعن طريق السرقة وارتكاب أو مرضان الناس اللي نعم. ما تقارن باب الدرك الوطني في الجرائمية، ومن بعدين نسمع أيضا الشرطة وذو اللي غيرك. تشكيلات الأمنية للشرطة مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة، سواء كانت الجريمة المنظمة ولا الجريمة الحضرية البسيطة. العمل تاعنا يكون عمل من جهة استباقي ومن جهة أخرى عمل رضعي، وكذلك يكون عمل وين تكون فيه توعية بالنسبة للمواطن. الهدف من هذه المداهمات استهداف أوكار الجريمة ومناطق اللي تكثر فيها اللصوصية، بالإضافة إلى تحسيس ولا خلق لدى المواطن حس الأمن المروري. بعد رسم خطة الطريق تجوب الدوريات مختلف الأحياء بمدينة بشار عمليات تفتيش ومراقبة الأماكن المشبوهة ومطاردات، هكذا تكون نتائجها. مخدرات ومهلوسات وأسلحة بيضاء تهدد أمن المجتمع، وتدوم العملية لساعات طويلة باليوم. تم من خلالها توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضايا متعلقة بالمخدرات والمهلوسات والأقراص والمؤثرات العقلية، فضلا عن مراقبة المركبات بشتى أنواعها، مراقبة أمنية وإدارية. هذا وتبقى العمليات المشتركة مستمرة بصفة دورية مسجلة لصالح المواطن في ذاته وممتلكاته. تم من خلالها توقيف أشخاص مشتبه فيهم في قضايا متعلقة بالمخدرات والمهلوسات والأقراص والمؤثرات العقلية، فضلا عن مراقبة المركبات بشتى أنواعها، مراقبة أمنية وإدارية. ده يا مرمضان أم كسليد أني غزريض، تدخلي من الأمن من الشرطة، ممكن هذه الرد من السلطة في العباد اللي نقارنوا، وليش التدخل الأمني وليش الأجهزة الأمنية الغياب نسن ذا يقارن يجين المشاهد دي نشرت الخبر باش أذينين العباد الجزائري، لا نشتي نروح ونجان المداهمات ممكن قرص عرابط ماشي فقط دي الجزائر، دي بشار ليتو ذليف بشار نغ الولايات من الجنوب الضابطين الشرطي أو الدرك. ما شاء الله كلام جميل وكلام متزن وكلام دستوري، يعني المداهمة من أجل وقاية من اللصوصية واقتناء هذه المهلوسات
المؤثرات العقلية ما شاء الله، يعني يعمل بموجب ميثاق عمل الشرطة والقوات الأمنية، هذا لأن أمن المواطن من أمن الدولة، هذا أوافق هذا الشيء. ولكن هل حقا هذه عبارة عن عمل دؤوب يقومون به يوميا، ويجب أن تكون هناك عمليات وقائية استباقية، وكذلك يجب دراسة هذا الموضوع دراسة علمية أكاديمية، يعني ما هو السبب الذي جعل الشاب أو المراهق أو المراهقة الجزائرية يذهب إلى هذا المسار، يعني تكون دراسة. نحن نفهم السبب، السبب هو فشل الدولة في احتواء المشاكل الاجتماعية الاقتصادية، الفساد يعني الذي العارم الذي أطال بكل شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة، وهناك عناصر من النظام الذين يعملون على التجارة في هذه الأمور ويقومون بتغطية الجريمة المنظمة بأخذ حصة وأتاوى من بعض هذه العصابات الإجرامية. طبعا نحن نفهم، ولذلك يجب معالجة هذا الأمر معالجة دقيقة علمية ونقطية، يعني بكل حواذرها. وكذلك أنا أظن أي تاجر أو أي رجل عصابة أو أي يقوم ببيع أو الترويج لهذا السم بين الشباب، فيجب أن تكون العقاب يكون يعني الإعدام. أنا معذرة أن أستعمل هذا، لأنني أنا راديكالي في هذا الأمر، لن أقبل أن يأتي إنسان مهما كان يعني أن يقوم بتسميم وتحطيم الجيل وتحطيم المواطن وتحطيم الدولة الجزائرية. ولكن مكتشفات الثالث المخدرات هي غمور النغا ومرمضان، يعني لما محاربة هؤلاء المهلمسين والذين يتقاضون المخدرات، موش من الأحرى أنه نبحث عن المصادر؟ مكشه التسد المخدراتية، مكشه التسد المهلمساتية، المجرم المسؤول أو التاجر الذي هو السبب والذي يروج لهذه الثقافة. يعني يجب أن نعالج هذا الموضوع على عدة مستويات، يعني الأسباب، الدوافع، من يقوم بالترويج، من يقوم بهذا الخلل. نحن لا نحاسب المراهق لأنه هو أصبح ضحية للبيئة التي يتواجد فيها، ربما نقص في التربية للأسف الشديد، ربما نقص في التوعية، هو أصبح يعني نتيجة لأداء رديء لنظام متعفن ولعصابات يعني تلبس بذلة المسؤول وفي الخطأ هي مجرمة. فهذا يجب المعالجة، لأن هذه المسألة لها علاقة بالشرعية السياسية لمؤسسات متناحرة فيما بينها، تستعمل المنصب من أجل تمرير صفقات جانبية، وخاصة هناك من المسؤولين من الضباط الساميين من العساكر الذين يمررون الصفقات. نحن نتذكر يعني فضيحة الكوكايين التي كانت في عصر بوتفليقة بخصوص رئيس الدركة للأمن، ما أتذكر اسمه، ولكن كانت قصة يعني مهولة وسيست، وثم ذهب ولن إلى حد الآن سبع القناطر إلى أين سبع القناطر. نعم نعم، استعملت القنوات خارجية، هذا هو المرض. يعني فالشاب الجزائري هو حقيقة نتيجة لأداء رديء لنظام متعفن غير شرعي، ولذلك هم يعني من مصلحة النظام أن يكون مستوى الرداء للمواطن بهذا الشكل، لكي لا يطالب بحقوقه، لكي لا يكون معارضا شرسا، لكي لا يكون صالحا يريد بناء دولة. خاصة ذي الأيام يعني الحراك الشعبي السلمي قوم رمضان قرن بلي ذي الوقتينين من ينطلق الحراك هنقص نسبة الجريمة، نسبة المخدرات، الحرق أيضا قرن لغرسن الامل باش هذا ان شاء الله نروح غير الجزائر هذه جديد باش تذكر البيبان فلاس. لكن للاسف يقول لك الدولة هي قال المصادره العقاب للشبابين الحراك هو الامور مثل ما كانت عليه في السابق. انا اريد ان اشير الى هذه النقطه، لان من مصلحه النظام غير شرعي ان يكون المواطن يعني بعقل وبنوع من القدرة أو العقلية المنخفضة، وأن يكون مهلوسا في كل شيء وفوضاويا، ولن يأتي ذلك إلا بخلق هذه البؤر، بؤر الجريمة المنتظمة أو المنظمة، أن يكون هناك خلل في الأداء الأخلاقي ويكون يعني فالمجتمع سينحل
طبعا وهذا من مآرب الدول العظمى الكبرى التي تخاف من نهضة حقيقية وولادة لدولة قوية بعمق إسلامي حضاري. طبعا هناك أعداء يتربصون لنا من الخارج وهذا واضح، ولكن النظام غير الشرعي الذي هو كذلك مهتم بتمرير أجندته يصفق ويمرر هذه اللحظات. طيب عمر، ما تنيني في المنظومة القانونية؟ لأن رجال القانون أي المحامين تثلين في المنظومة، قال المنظومة يا إميرة لابد أن تجدد، لابد أن العقوبات هي الناس تشدد، يعني ماشي لأن يقال مشكلة مثل مشكلتي عن النابة نبليدة أذروا غير الحبس بما تهزد المناسبة الوطنية نغ مناسبة دينية العيدة مقران العيدة مزيان نغ رمضان نغ نوفمبر 5 جويلية أذر قنسي الحبس بحكم أنه مرسوم العفو مكش نسرق العبادية عبادية قرينة المجرمين الحق العام لدرواكما ونج هباب الحراك ذي الحبس حجة من النظام لن تسبان لن تقن الانتقاد السلطة العبادة هي سرقين ذي الحبس وغرنا غير نماذج العبادة هي اللي سرقين ذي الحبس قارن سي سي ذي الإعلام باللي إيش تزي العبادة هي اللي قال جريمة هي ذي البليدة يرقد ذي الحبس هي ستينية مناسبة ستينية الاستقلال. الأمر نفسه في مدن أخرى يقول لك أنه هؤلاء عادوا إلى جرائمهم من جديد، فلابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية تشدد العقوبات على هؤلاء الناس أن لا يتم العفو هكذا بسهولة. اللي يقول لك لازم قبل ما نطلقوا صراحة شخص ما في السجن لازم الإدارة اللي في السجن تثبت أنه هذا تحسن سلوكه شهادة حسن السلوك أنه هذا الآن بإمكانه أن يعود إلى المجتمع يصير مثلا يعطيه شهادة أنه سلوكه تحسنت الآن راح يرجع للمجتمع يندمج المجتمع يبحث عن مهنة جديدة أو يتعلم مهنة جديدة. لكن يا ترى هل هذه المعلومات هذه اللي نتحدث عليها الآن يؤخذ بها في الجزائر أم لا؟ هذا هو المشكل. طبعا نحن نتواجد أنا وياك يا أستاذي ومع عثمان نحن وراء الحدود الجزائرية فقط نراقب ما يقال ويكتب ويدون في الإعلام، يعني لسنا لنتواجد، ولكن من واجبنا أن نوعي ونقدم وصفات ونقدم ربما شروحا في هذا الأمر. أظن ما يخص العملية الإجرام الأخلاقي إجرام الذي يقوم بتدمير المجتمع وتدمير الهوية الوطنية أن تكون أشد عقوبة هو الإعدام. يعني أنا لست قاضيا ولست مشرعا، ولكن من باب الحصانة للأمن الوطني وللدولة ولمنظومتنا القيمية وهو يعني إرث ورثنا عن أجدادنا وعن من وسلفنا الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل هذه الدولة ومن أجل الوطن أن نكون صارمين في التسطير وتأطير القانون الجنائي وقانون العقوبات بخصوص هذه الجرائم ذات الطابع الأخلاقي الوجودي بالنسبة للمجتمع الجزائري. يعني بالنسبة لما يقال إصدار العفو سيكون فقط عبارة عن تسويق أو عبارة عن رشوة سياسية لفقط من أجل تحريك وجعل الدولة يعني بقناع إنساني لومانيزم، طبعا هذا الأمر لن يمشي ولن يكون له يعني مردود. فأظن أن يجب تكون المحاكمة لهؤلاء المجرمين الذين يروجون للسموم ويقومون بقتل أساتذة بشكل بارد بدم بارد أن تكون يعني يكون الحكم صارم وأظن دون أي مراجعة في الحكم. يعني ماشي يا فقط توم رمضان يميرا قرن تصاعد رهيب ذي العنف يا قرن يجين الهجوم قرايا الميناء أي الميناء غورايا أمك هزري ميميرا ذي الشاشة غورايا ذي ولاية تيبازا غرس الميناء العباد تيقن غرس الأسماك هي الصيد البحري خلطن دغل بالسفين ثمسن غير الميناء لقن الهجوم لحباب الأحياء يا عصابات الأحياء غرسنا بس أذوين السمكة صندقة يوين حوالي 40 صندقة كمقارن ذي الإعلام والعباد اللان هباب السفينة واللان غير ذفر في السفينة تنصغر غير البحار وسط البحار. إذن الأمن لما جاء الأمن كان too late مثل ما قلوا بالإنجليزي أتوا متأخرين لأنه هذو ما هجموا على السفينة لهذه الدرجة الناس تتساءل يعني صاروا يتسببون حتى في مصادرة أرزاق الناس لهذه الدرجة. الأمن غايب حتى في مؤسسات الدولة حتى في الميناء اللي المفروض أنه يكون دائما تحت الرقابة ذي دي ولاية تيبازا بعدين ننظر الوالي تيبازا يروح غادي غرسن ويثلي إهباب الصيدية الصيادية قارنسن بلي إن شاء الله الأمور تولى حلا ونغرس الصبر لكم ولهنين تشكان سي الأمن وليش مكشان سنين 24 ساعة 48 ساعة ذي البحر باش هذا النوي الصيد
السمكي باش نزو زي العبادي الصندوق وبعدين النف الاهباب الجرائمية اني غير مهلوسيني اني اهباب عصابات الاحياء هذيك المصادره الى المنتجات هي النغمكش. هذا دليل ومؤشر خطير. اذا كانت عصابه تستطيع ان تتحكم في امور حدوديه لان الميناء هو مقر استراتيجي يعني لردع العدو لردع الجواسيس لردع القوات التدخل السريع من ربما من دول معادية تستطيع أن تتدفق على الميناء. يعني إذا كان من هب ودب يصل إلى منطقة بطابع استراتيجي تخضع عليه المراقبة الأمنية وللمساءلة الجمركية يعني لي هذا غياب للدولة، دولة غائبة نهائيا عن أدائها وهناك تقهقر عميق ويعني خطير في هذا الأمر. يعني هذا دليل يعني على رجل الأمن الذي يسيطر أو الذي لديه المسؤولية على هذه المنطقة أن يسجن ويحاسب أمام الدولة الجزائرية. على المدعي العام أن يرفع قضية جنائية في المسؤولين الأمن الذي المسؤول على هذه المسألة، ليس فقط أن يأتي الوالي أو مسؤول من أجل ترتيب وتلطيف الأجواء، لا هذا خطأ. هذا يقال الناس الإفلات من العقاب، هذا يمس أمن الدولة. المصطلح هيا ومرمار قال الناس الإفلات من العقاب، ويجين الإفلات من العقاب ست تسعينات غير جميل 2022. المشكل تم قاندي تزير قال الناس الإفلات من العقاب، شان المسؤول مثلا هذيك الجريمة اني غاديك العنف اني غاديك المشكلة ربما أثعين ذي ومكانيشت ربما أشوش الجائزة ربما هذيك الترقية إلاس إميرا مكقرش كيميرا المسؤول من الأمن من الميناء أي ميناء وقرية من يروح الأمن لا يجب أن يأخذ من أذنيه ويؤتى به إلى المدعي العام وبمحضر وبقضاء يعني القضاء الاستحقاقي الأولي ويكون ذلك منشورا عبر الإعلام وعبر التلفزة وعبر اليتيمة لكي يعرف المواطن أن هناك دولة جزائرية ترعى الأمن، لأن في حال غياب الأمن هذا يعني غياب الدولة، غياب الدولة يعني سنذهب سنمحى من التاريخ وتصبح عبارة عن منطقة فيها فوضى ويأتي يعني العدو فقط حتى لا يستعمل السلاح يأتي ماشيا ويدخل أراضينا لأنه يعرف أن هناك تقهقر وهناك غياب للدولة. إذن يجب محاسبة هذا المسؤول وتفعيل الإعلام، تفعيل مؤسسات المجتمع الدولي، تفعيل البرلمان، تفعيل الأحزاب التي صدت رؤوسنا بأغانيها ومدعها للنظام السياسي الذي لم يقدم شيئا. هذا أمر خطير يجب أن يراجع هذا الملف. إهباب المواقع الإلكترونية، المواقع التواصل، ما ممكن قرش المواقع الاجتماعية لي ريزيو سوسيو يتكلموا على انه الشرطه الا الغياب فعلا الا غياب الا التقصير باش سنقسم ديال العنفيه والتسنج ديال الوقف لما اضعيض في الناس قرينا سنه ارواح تيت المشكل هلا السرقة مثلا هلا الاجرام الا الاعتداء الا الاختطاف اداسا لكن اداسا ممكن تقرص عرض متاخرين جدا. وهببنا المواقع التواصل الاجتماعي قارن باللي العكس تماما، إهباب الحراك الشعبي السلمي قال نروح إهباب المخابرات إهباب الشرطة يأتون بسرعة بالفعل قال نروح غير المداشرة غير القرى دي الجبالية نتيزي وزو نغ البويرة نغ بومرداس نغ شان مكانشت باش هذيك القاء القبض على الشخص هذا متى يقى التهم ثيا يهنطر يقى الجريمة لا يهنطر يقى الاعتداد لا يهنطر يقى المصادرة المنتجات ممكن دي قرايا نغ الأسماكية قرن لا يقى منشور يكتبها منشور دي فيسبوك نغينا يلا يلا يقور سيدي ذي المسيرة ثيان يعني الحركة الشعبي سلم فقر المغف الأمن أذ يحضر ذي الوقت نس ذي مع إباب الحركة وذي الجهة ثيان من الجريمة العنف ويتسنش ذي الوقت أمك هذه نغل رجل الشرطة الشرطي رجل الدركة جدار ممكن قرشني قبل ما هذه خدمني يسوي الولاء يعني قسم القسم على المصحف او على الدستور ليقوم بواجبه ما انك ديوسيش ودي سواش الخدمة الناس هذا مجرم حقيقه هذا الشرطي او هذا الدركي او هذا المحقق فيصبح في مقام المجرم وعليه ان يعاقب. اظن ان لهذه المساله هناك غلاف سياسي يؤطر ويبرر لهم يعني المساله هي تاتي من الفوق. هناك في اوكرانيا وروسيا يقولون المثل ان السمك يتعفن من راسه ثم يذهب التعفن إلى الجسم، نفس الشيء التعفن من الرأس
إذا كان رأس الهرم متعفن فلذلك ما ستطلبه من شرطي بسيط يخاف عن حياته، يقول لو أذهب سأقتل أو أضرب أو يعني يعملون في شيء أو يهدر شرفي فما أستفيد، ولذلك هو يعني يبتعد ولا يريد أن يقحم نفسه في هذه المسائل. طيب أنا أثري في المشاكل الاجتماعية، صحيح أن المحور هذا نتاع الأمن محور مهم جدا، مسؤولية الدولة مهمة جدا، لكن هناك من الأطراف الأخرى يقول لك أيضا كان المحور الاجتماعي، ما تنساش قضية اليأس، ما تنساش قضية الإحباط، ما تنساش قضية البطالة وخدمنش المشكلة أن الوالدين غايبين، يقول لك ممكن الزوج يخدم، ممكن الزوجة تخدم، تثلين في مراكز الترفيه، لعبة ذي واني ماني هذي روحن لن نخدمنش لن نسرقن في الجامعات ممكن قال لن نرقنسي المدرسة سنين وسنين، ماني هذا روحن وليش الخدمت وليش مراكز الترفيه باش أضروحن مثلا هذيك الرياضة وليش باش أضرفهم في منسن وليش إميرا ماني هذروح أضروحن غير الشارع، الشارع هي غير امتصاص لعبة ذي باش هذيك الخدمة لن نتحليش الجريمة العنف النغام كقار. وبالتالي يقول لك غياب هذا المحور أعطى الفرصة لهؤلاء ليستغلوا هؤلاء الشباب لأنهم عندهم يأس، عندهم قابلية للإحباط، عندهم قابلية للعنف وكثير من هذه الأسباب. أنا أوافقك بالرأي، يعني أشوفق سي عثمان ما نقول ليش الخدمة وليش المؤسسات الترفيهية يعني من أجل امتصاص هذا الوقت مثل الرياضة مثل العمل يعني الشغل يعني المهمة الدولة. أنا أتكلم اللغة العربية لكي أكون يعني مفيدا لي يعني مع احترامي للبرنامج. المسألة هناك الشق الاجتماعي، إذا كان المواطن متواجد في حمل يعني حالة إحباط وأن الأسرة لأسباب قاهرة أنها دوما في العمل كالرجل وكالمرأة والأب والأم كذلك في عمل مرتبطين فهم لا يقومون بواجبهما الاجتماعي الحضاري الثقافي بتربية وصقل الأخلاق ومعايير الأداء لهذا الجيل، فهذا الجيل يصبح عرضة لأي ابتزاز وضغط وتأثير خارجي وهناك قدرة الشباب لديهم قدرة يعني الطاقة يريد أن يعني يقوم بصرف ونفق هذه الطاقة فلن يجد طريقا إلا بالعمل الرديء والسطو يعني كما نقول إحنا الأعمال الطائشة يعني صح. وتستثمر هذه المسألة من طرف العصابات الإجرامية من طرف مؤثرين آخرين من أجل الحصول على الأموال ببيع المهلوسات الخمور يعني حتى الأعمال الرذيلة يعني حتى المسائل التي تعتبر غير أخلاقية لا أريد أن أتكلم في هذا يعني المقام ما أقصده ولكن المشاهد الذكي يفهم ما أريده. كل هذا يؤدي متى في دورنا الإمام عمر رمضان لا العباد محللين ذي العلم الاجتماعي يعني غير من نفسي قارن باللي الوازع الديني ينقص لباس ذي قمورة النغ نعم نعم الإمام وتمشي التوجيه نغ النصائح المسألة أن المنبع ومصدر سلطتنا وتشريعاتنا وثقافتنا وآدائنا الإيجابي والبناء هي أسس مرتبطة بالدين ديننا الإسلام ولذلك الضرب والطعن في هذه المؤسسة وفي هذه الجملة القيمية هي الوازع يعني الرادع الديني هو الذي يؤثر نحن مثلا نحن في جيلنا أنتم كذلك أستاذ عثمان الرادع الديني والأخلاقي يعني المرتبط بالمنظومة منظومتنا الحضارية هي التي سقلتنا بالشكل الذي نحن عليه الآن ولكن عندما أتت مرحلة شيطنة الدين الإسلامي شيطنة المؤسسات الدينية وحتى الأحزاب والقوى الاجتماعية المرتبطة والمقترنة بالخطاب الديني والذهاب بنا إلى خانة الإرهاب وخانة الفساد طبعا هذا كما أنا أذكر التسعينات وما جاء بعد ذلك جعلت المجتمع يعني ظهرت أمور مخالفة وكأنها انتقام من الدولة لمسار وطني مسار تقدمي نهضوي فأرادوا أن ينتقموا منه فضربوا بشبابنا وضربوا بقيمنا وذهبنا إلى هذا المسار عمر رمضان المسار
فقط باش نقطه النظام اللي العباد ربما زران غيمره اذينين مكشه الامام والتثلاث والتثلاث الامام يتوتش النصائح ذي الخطبه تنتج الجمعه لكن الله غالب لكن شنو نانين بلي الامام الدرنس ماشي امكي لا زيك يعني ممكن اذي وجه التهمه الى النظام اذيني مثلا الشرطه ما لم تقم بدورها الاجهزه الامنيه لم تتدخل في الوقت المناسب اذي ولا غير المساءله صعيدا وقامت مركز الشرطه مركز المخابرات سنين مكشهات تتلى ثم يعني ترى غير الادله اللي غراها شكد امام وذي ولا مسكين يقول هذا يقذ وذي تتلاش في الامور الامنيه يولي ذي تتلى غير في الامور الثانويه هذو تلاي مثلا في الامور في الغلان المعيشه مثلا في القدره الشرائيه مثلا وذي تتلاش في الامور هي خاطر يغرس الخبر باللي الدوله هي قات غرس التقصير ولكن نتا السلسل ذي هو ثلاثة الناس ذي الخطبة الناس وذي وجه التهمة السلطة أسوش نستدعى القوى العمومية نغ الأمن نغ الدرك الوطني ما لا يبقى هو في السيف سايد مثل ما نقول هنا بالإنجليزي يعني يبقى في المنطقة الآمنة ما عنده مده للأمور هذه وبالتالي هنا نسجل تقصيرا كبيرا في الأداء الديني أو أداء الخطيب اللي هو المفروض أنه يخطب في الناس ويذكرهم بما هو مستشر في المجتمع من آفات اجتماعية مختلفة ويقترح الحلول في ديننا وفي وبالأمور الأخرى بالحلول الأخرى. أنا أوافقكم يعني الشيء الذي قلتموه هو الشيء الذي أردت أن أواصله في 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 سرده. طبعا الخطيب والإمام يعني هي عبارة عن رموز وركائز نرتكز ونعتمد عليها من أجل وهي امتداد للتربية وللحضانة الأخلاقية الاجتماعية والمدرسة كذلك يجب يعني دور المعلم والأستاذ كذلك هو صح. نتواجد مع الأساتذة في القسم أكثر مما نتواجد مع الآباء ومع صحيح. الأهل ولكن لظروف متعمدة ومقصودة يعني تمت إهانة مقام الأستاذ والمعلم. أنا أعرف أن الأستاذ أصبح يضرب ويشتم من طرف الشباب ومن طرف التلاميذ لقد رأينا ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر خطير أن يصبح الأستاذ والمعلم ورجل الدين والإنسان الذي يقدم هذه النصائح ويعلم ويربي الأجيال يصبح بهذا المقام ويهان في معاشه وراتبه وقيمة تقاعده والتعامل معه. فهذا هذه الجريمة هنا جريمة كذلك كما ذكرنا أن يتعدى ذلك إلى قتل الأستاذ لأن تقتل الأستاذ أنت تقتل المجتمع. فهناك بيسمارك وهو يعني السياسي الألماني قيل له من حقق الانتصار للشعب الألماني في حروبه فقال من حقق الانتصار هو الأستاذ الألماني. هذه إجابة عميقة. طيب متى أنني في المجتمع المدني لا العباد هي لان غرس الاختصاص في علم الاجتماع يعني علم النفس قارن باللي الدوريه هذه قلنا الجمعيات في كل حي هذه تيلي الجمعيه باش تيق مثلا الترفيه العباد هي باش هذيك الرحلات مثلا باش هذيك التطوع مثلا باش هذا السنه العباد مثلا دور الكشافه مثلا من يروح دور الكشافه يمير هذه الجزائر ما في الكشافه نظر غير فقط ذي المناسبات اول نوفمبر 5 جويليا 20 اوت المولد النبوي الشريف الامل رمضان يقول لك لا الدور نتاعها لازم يبقى ديما موجود. الجمعيات الخيرية هي قرن على السلطة أن تفتح الأبواب على مصراعيه للعمل التطوعي للجمعياتية طالما أن الجمعياتية لا تخالف القانون فما هو الضر منها؟ لماذا السلطة دوما تتحجج أنه هذه ما عندهاش الاعتماد وما من هذا الكلام؟ من الأصل يقول لك الجمعيات تعطيها الحرية باش تستقطب هؤلاء الشباب حتى لا يروحوا حتى لا يصيرون ضحية للعنف والجرائم ويقول لك هذوما لازم الدولة أيضا توفر ما نسميه نحن مراكز الترفيه حتى يرفع هؤلاء مكتبات سينما مسرح ولذلك يجد هؤلاء برامجهم لي صباحا وين يروح ماهوش ما عنده حتى شيء اللهم القهوة إن لم يذهب إلى المقهى فإنه يذهب إلى الشارع وبالتالي ينتمي إلى هذه المجموعة اللي هي منحرفة. حقيقة مؤسسة الكشافة لها دور تاريخي حتى في تحرير الوطن الجزائر. المسألة أن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني فعملها وأداؤها مقترن بإنعاش المجتمع من هذه الجرائم ومن هذا المرض ومن هذا الوباء، أنا أقصد الوباء الأخلاقي الحضاري، لكن النظام السياسي يخاف من دور هذه المؤسسات لأنها ستصبح منافسة له على النفوذ ومستقبلا ربما أن تتحول إلى بؤر سياسية
لمشاريع بديلة لنظام عتيق، نظام فاسد. فهو يرى المنافسة، لذلك هو يجمد هذا الأمر ويتهمها بأنها ربما ستسيء للمجتمع وللدولة. الحقيقة الجمعيات الخيرية، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات، وأنتم ذكرتم شيء مهم، المسرح والكتاب والسينما. صحيح. لا توجد السينما والأفلام التي حقيقة ربما تعالج هذه المسائل بإيجاد سيناريو أو كتاب أو مشروع تأليفي أدبي يؤطر ويكشف، يعني يكون بطريقة علمية أكاديمية، يكتب هذا السيناريو لآفة اجتماعية أو لمرض اجتماعي أو لحلول مهمة لهذه المشاكل، فيكون هذا الفيلم من إنتاج وطني بتمويل طبعا وطني، فهذا سيغذي ويصبح مثل التلقيح، يعني تطعيم من هذه المسائل. المسرح كذلك، الثقافة، فنحن نفتقر إلى هذه المؤسسات. صح. لأن من بنى الدول العظمى الآن، يعني أوروبا، بريطانيا، هو الكتاب والمسرح والفنون، لأن الفن البناء الذي يتقارن والمبادئ التي نؤمن بها، وخاصة نحن مسلمون، يجب أن نقوم بالترويج، والتي تأتي طبعا بتقديم الحرية لأصحاب الأقلام وللكتاب وللشعراء ولهذه يعني النخبة، وخاصة المثقفين. نحن وزارة الثقافة ومؤسسة الثقافة مرتبطة بالردح والشطيح والفساد وما شابه، والتصفيق للنظام كما تعرفون. تماما. نحن انحرفنا عن الطريق، وأنتم آثرتم الآن مسألة مهمة، قلتم المسرح. نعم. وأظن علينا في برامج أخرى وليس في هذا البرنامج، لكن في صفة إن شاء الله موسعة، لدور الكتاب، دور المؤلف، دور المسرح، دور السينما، دور، لأن السينما ستقوم بامتصاص، يعني لأن عندما يذهب المراهق ليرى هذه الشاشة فهو لا يرى أفلام الخليعة والأفلام العنف، فيرى الأفلام المنتقية الانتقاء لتكون رسالة واضحة. ونحن نتذكر عندما كنا أطفال، يعني رأينا فيلم الرسالة، أفلام لجمال الدين الأفغاني، رغم كل التساؤلات حوله، لكن كانت تلك الأفلام تغذينا بتلك المفاهيم وتعطينا النفس الحقيقي والصلاة لكي لا نقع في الأخطاء. بارك الله فيك عمر رمضان، يعطيك الصحة. عمر رمضان أوراق سلوين، مركز النوراس للدراسات الاستراتيجية، يعطيك الصحة. أمك سليم عمر رمضان تثلي في عدة عوامل، مش فقط الحل الأمني، لعبات تثلين في الشرطة، من يروح الشرطة، من يروح الدرك الوطني، من يروح الاستخبارات، لا صح ولا، لكن وذي كفيش واحد، لا بد من عوامل أخرى ذكرها الأستاذ، عوامل اجتماعية، عوامل نفسية، عوامل بيداغوجية، لابد أن نركز على مراكز الترفيه والترويح على هؤلاء الشباب، إيجاد مناصب لها عمل لهم، كذلك نوصل الإمام بأن يتحدث عن هذه الأمور، أن نترك له الحرية، الإعلام أيضا، كذلك بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، قضية الإنترنت أيضا نتحكم فيها، ليس كل ما هب ودب مفتوح ومباح للجزائريين وما إلى ذلك من هذه الأمثلة. إن شاء الله نكون قد أعطينا بعض الأضواء حول هذه الجريمة وللعنف المنتشر في مجتمعنا. عسى أن تكون هناك إن شاء الله فرصة لنا في المستقبل بس نعود ونرجع للموضوع هذا، لأنه بالله بصراحة يستاهل عمق النقاش، لأنه في خلل، طالما في خلل فيه ضحايا في وسط المجتمع الجزائري، وبالتالي لابد من إعطائه هذه الأهمية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا ولضيفنا الكريم، أن ملاقى إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لكم.